والله وبركاته معكم بطقم جاي بحلقة جديدة. قبل يبدأ المقطع شاركنا باللايك واشتراك وتفعيل الجرس. واليوم راح نلعب سلندرينا سكول. يا بلاي اكستريم نايز ايزي. ممكن اخرج؟ نو اوه هسه احنا داخل مدرسة مهمتنا شنو تسوي؟ لا اقول منا حلو فيوز من الجزء الثالث. اوه لازم نجمع فيوزات ايزي. غبي ان دمج ما في زيرو بليز شنو هاي من عشان حلو دني مفتحه قوموا بالخروج. اعطتنا ترحيبيه الا بشده. اريد افتش المدرسه كلها. شفتوها اعطتني سبيد ران وشتدتني ورا. لازم في شيء شنو يعني غرفة مسدودة للمقلب شنو يعني غرفة مسدودة ايش بي باب يفتح بطيء شنو يعني عنصرية هذا ما ينفتح اتذكر انا هيك يعني فتح انه يسدد اظن هذا السبب صوفتي هنتعود عليها حتى ما اعرف ايش سالفتها هي. الان خلصنا الدور التحتاني وهات فوق لحظة حادي بادي كرنب زبادي شالوا وحطوا كله على دي لحظة حادي بادي كرنب زبادي شالوا وحطوا كله على دي جوا هو الحلو انه انت فوق بعد انه نستكشف الاوسط شفته تعمل سلايد الله ها كشفت هو خليه مبطل مطبخ شفتوا ارمي فوق المطيشي بخلينا هيك بزاوية معينة حتى ما يبين هذا ما يفتح ما يفتح قلنا أربعة ايش
الشباب رأيتكم تكتبوا لي بالتعليقات شنو اللعبة اللي تريدون ألعبها لين شكل حظل على سلندرين هنا مصطفى اختار لي اياها. باب مقفول خمس ثلاث فيوززات طبعاً كيف نغلق البواب لما نطلع توقع دخلنا هاي يبطق النار نصعد فوق او ننزل جوا لا نصعد فوق يب نصعد فوق ما نفوز نمصعد عشان الباب شلون يفتح واتفق نقوم بالنزول خل ننزل جوا جوا كلش مرة سبنت بحافة الدرج نفين النزول نفين النزول ابيض وياكم احتاج بعد فيوزيا وشو فيوزيا حتى شغل الطاقم وال افتهمت ان شغل الطاقة على مود يفتح ذاك الباب الحديدي ينفتح على مود احتمال ما اعرف واللاعب يعني ايش سالفته يعني يجيب مدرسة مسكونة تطلع له هاي تسوي له جنب سكير وهو ما يشرد بعد وين اروح؟ بهوشت المدرسة كلها هروح من هناك ارجع ادخل كل الغرف اللي طبيتها اتاكد انه ما بيها شيء بالصبورة مثلا الصبورة وصلك كيف الكهرباء مشتغلة اذا المولد ما مشتغل وات ذا تعمل سلايد ليورا تعمل تزحلق ليورا ايش تسوي روح للجهة الثانية بحوشة خلص اطفو تمام اخو منطقة فوق ما فتشناها بعد كده عرفت الاماكن كلها اللي بحمامات تطلع يدي انا ما في شيء بعضو انا قاعد جمع مفاتيح والبوابين كلها مفتوح اتوقعكم مفتاح البطن ايش قلت لكم مطور ذكي لازم ابحوش بكل زاوية بالغلطة هذا الباب عشان ما تطول هسه نروح نشغل المولد ونصعد فوق على مود هذاك الباب الحديدي اللي هو علي شلون القفل اقدر اكسره بس اللاعب ما شاء الله ما عنده عضلات
فيوزات ما ادري يا مدرسه يخلون بيها 10 فيوزات والله اتوقع اشتغلت الكهرباء انا صادق اتذكر كان اكو علبة ما الدم وينها انسى الابو المهم اذا انا صادق يب what the fuck is this واحد اثنين عم حسين اجى كلب ليش هذا واحد صورة شوفوني اياها احتمال هسه نخرج طيب وات ذا فوك عم اشق لمبه لا خليت الدبدوب مكان المفروض ما تجميع علي What the fuck طبعا شباب هذا نهاية المقطع لايك اشتراك تفعيل جرس التنبيهات ومع السلامة.